معانا بس مكالمة مهمة جدا من صديقنا العزيز المحترم الموقع رجل الأعمال المعروف وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق هاني بيه شكري. هاني بيه، السلام عليكم. اهلا يا فندم، ازيك يا استاذ عبد الناصر؟ ازاي حضرتك؟ وحشنا يا فندم، ويعني مشتاقين للقياك وشكرا لوقتك. يا فندم ده شرف ليا، تحت امرك يا استاذ عبد الناصر، ربنا اتفضل يا فندم. ربنا يخلي حضرتك. يعني مهم جدا اني اخد رايك في هذه الاحداث الجاريه، وكيف ترى نادي الزمالك والمستقبل بالنسبه لنادي الزمالك يا هاني بيه؟ بمنتهى الامانه اقول الحقيقه، انا قلت الكلام ده النهارده يعني مع كابتن ميدو. الزمالك عدى المرحله الصعبه استاذ عبد الناصر، اتفضل. مفيش اسوأ من اللي احنا كنا فيه. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، انا مستعجب جدا على الناس اللي خايفه على مستقبل نادي الزمالك. نادي الزمالك من الانديه الغنيه جدا يعني، وموارده كتيره جدا ومتنوعه، وده اللي انا الحقيقه قلته النهارده وبكرره تاني. نادي الزمالك فيه مصادر من موارد كتيره جدا، وتقدر تلبي احتياجاته واحتياجات فرقه الرياضيه بشكل كبير جدا. اذا كانت بتلبي في الفتره اللي فاتت واحنا كنا بالمخالفات دي كلها اللي موجوده، امال لو ما يبقاش في مخالفات هتعمل ايه؟ لا، المستقبل احسن بكتير من اللي فات يا استاذ عبد الناصر، وانا براهن على كده. طيب حضرتك اتكلمت ان سور نادي الزمالك قيمته المالية كبيرة وكانت مهدرة طوال الفترة الماضية، وان هناك اموال ستدخل خزينة النادي ستقارب 60 مليون جنيه. الزملكاوية بيسألوك، يعني عايزين يطمنوا، منين هذه المبالغ؟ هل هي مستحقات هتدخل ولا استثمارات هتيجي؟ لا لا لا، فيش من قبل الاستثمارات وقبل اي حاجه خالص. انا بتكلم على حاجات وقائع، حاجات موجوده اوريدي، مطالبات بنبعتها، او يعني اللجنه لو يعني بعتت بكره لشركه برزنتيشن، شركه برزنتيشن عليها 30 مليون جنيه في اللحظه اللي انا بتكلم حضرتك فيها، وعليها مقدم السنه الجديده، فدول لوحديهم ما يقارب 50 مليون جنيه، ودول يلبوا كل احتياجات الفريق الاول بالعقود، بتجديد العقود، بشراء لعيبه جديده، بكل حاجه. فده بس بند واحد من اللي انا بكلم حضرتك في متاخرات من الاشتراكات يا استاذ عبد الناصر تقارب 200 وكسر مليون جنيه. انا مش قدامي الورق الحقيقه، مش عارف اقولها، بس انا يعني بقول لحضرتك 200 وكسر مليون جنيه متاخرات اشتراكات بتاعت الاعضاء. لو جزء صغير جه منهم الفتره اللي جايه، فانا بتكلم على من 50 ل 100 مليون جنيه في الشهر ده داخلين لنادي الزمالك. ده قبل ما نتكلم على استثمارات، ولا قبل ما نتكلم على تنميه موارد، ولا قبل ما نتكلم على اعاده الهيكله، ولا كل الكلام ده. لا 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 لا، ما بنتكلمش على القصه دي خالص. انا بتكلم على حاجات قدامنا موجوده. طيب حضرتك في مجال الاستثمار، كان هناك تقارير كثيرة أكدت أن نادي الزمالك ربما يكون تعرض لتجريف مالي سيعاني منه لسنوات، هل تتفق مع هذه المقولة ولا يمكن إصلاح ما كسره الزمن والوقت؟ لا، أنا أتفق مع الجزء الأولاني من المقولة، إنه تعرض لتجريف ده حصل، إنما ده يؤثر عليه في الفترات اللي جاية؟ لا، لأنه موارد نادي الزمالك زي ما قلت لحضرتك كبيرة جدا ومتعددة. فالحقيقة بالعكس، ده الإهدار لو قل يا أستاذ عبد، ما بقولش ينتهي، بقول لو قل هنبقى في وضع أحسن بكتير. أستاذ عبد الناصر دخل في نادي الزمالك من 1/4/2014 حتى 30/6/2020 2 مليار 800 وكسر، 2 مليار جنيه و800 مليون. تمام. فأنت بتتكلم على نادي بدخله السنوي بيقترب من، او المتوسط بتاعه 700 مليون جنيه في السنه. فده يلبي كل احتياجات الفرق الرياضيه بفريق الاول، بشراء لعيبه جديده، بحاجات كتيره جدا كمان تتعمل بجانبها.
طب احنا ما عندناش مشكله في الفلوس يا استاذ عبد الناصر. طب يعني ولكن عذرا، يعني في ناس ارجعت هذه الموارد الى العضويات وقالت ان يعني العضويات كانت قالب مهم لهذه الارقام اللي حضرتك بتتكلم فيها. انت فقدت هذه الميزه وتم ضخ عضويات جديده في 6 سنوات فاقت عضويات الزمالك في ما يزيد عن 100 سنه واكثر. هل موضوع العضويات احنا دخلنا في ال6 سنين اللي فاتوا يا استاذ عبد الناصر؟ ال6 سنين اللي فاتوا دخل 37,000 عضويه جديده. بما يعني تقريبا 70% من اجمالي العضويات اللي كان موجوده لغايه 2014. الاجمالي اللي دخل في 100 سنه دخل 70% منه في 6 سنوات. منه مظبوط يا فندم. المشكله مش كده، المشكله انك انت عشان تدخل 90,000 عضو لازم تعمل لهم انشاءات، وده حصل في النادي الزمالك في المهندسين. تمام. انما ما عملتش 6 اكتوبر عشان يستوعب اعضاء اكتر. احنا ناسيين انه 6 اكتوبر احنا ما فتحناش لسه العضويات اللي فيه وما خدناش عضويات فيه لان ما عملناش فيه حاجه. فاول ما يبتدي يتبني 6 اكتوبر هيجي لنا عضويات بقد ايه؟ ده ما اتحسبش الكلام ده كله يا استاذ عبد الناصر. ده بخلاف اللي انا بقوله لك. طيب الحاجه الثانيه كمان اللي بيقول لي انه في 37,000 عضويه دول مش هتكرروا تاني. طيب ولكن انت اخدت فلوس 37,000 عضويه؟ لا. انت عليك فلوس في ال 37 ليا فلوس في ال 37,000 عضويه دي ما يقترب من 200 وكاس مليون جنيه. لسه ما سددوش لانه كان بيجي انا بعمل عضويه وبيجي العضو بيدفع 3,000 جنيه مقدم العضويه ويخش ينتخب ويصوت في الجمعيه العموميه وما يدفعش الباقي. فالنهارده اللي مش هيدفع ثمن يستكمل عضوياته ممكن جدا يتم استبداله بعضويه اخرى. ما يعني مش عايز الناس تقلق من على موارد نادي الزمالك خالص. المشكله انه عشان المجلس انحل ما قدرتش تعمل تسليم وتسلم مظبوط ما بين اداره سابقه واداره لاحقه. بس انما جاري دلوقتي حصر كل الاموال وجاري دلوقتي حصر كل الحاجات المستحقات اللي لينا بره. و يعني خلينا ندعم اللجنه اللي موجوده، دول ابطال الحقيقه انهم يقبلوا وضع زي ده ويقبلوا انهم يخشوا في مهمه زي كده. ده نرفع لهم القبعه الحقيقه، ودي ناس محترمه وبتحب النادي فلازم نقف جنبهم، ولازم الجمهور يبين دعمه لفريق الكوره. يعني دي حاجه مهمه جدا. انما ما تخافوش خالص على موارد النادي الماليه. هو مرتضى كان بيدفع من جيبه يا استاذ مرتضى يا استاذ عبد الناصر؟ لا طبعا. لا بنهزر، ده في ملايين ان ما كانش مئات الملايين اهدرت، وانت حضرتك عارف القصص دي كلها طبعا. والتحقيقات امال هم اتحلوا ليه يا فندم؟ اتحلوا عشان مخالفات ماليه جسيمه. حجم المخالفات الماليه اللي في النادي على اللي انا بسمعه اكثر من 1 مليار جنيه يا استاذ عبد الناصر، يفوق المليار. ده مش كلامي، ده كلام الناس الحقيقه المختصه العاملين بالنادي طبقا للتحقيقات اللي كانت موجوده. طيب حضرتك هل ستمد اللجنه المؤقته الحاليه ببعض المساعدات او بافكار استثماريه او تصور؟ فوق دماغي ده شرف ليا. هو انا عمري ما تاخرت ولا اي حد اخر على نادي الزمالك. احنا ما كنا ممنوعين من دخول نادي الزمالك في الفتره السابقه. انما هو عمر الزمالك طلب مننا حاجه واحنا قلنا لا. طب انا هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. انا النهارده عرفت من احد المحامين الاستاذ ممدوح عباس، كلمني في التليفون وقال لي الاستاذ ممدوح من يوم حل المجلس اصدر اوامر لينا ليهم يعني للمحامين بانه ما يطالبوش نادي الزمالك باي فلوس، بل هو ابدا تعاونه لانه هو يسبورت النادي او يدعم النادي في اي حاجه عايزه. وقيل انه كمان هيتنازل عن المبالغ دي لو هتضر نادي الزمالك. انا ما اقدرش اتكلم عن لسانه. انما انا كلمت ممدوح بيه شخصيا النهارده. انا كان بقالي فتره طويله جدا ما كلمتوش، كلمته النهارده الحقيقه. قلت له ممدوح بيه ده حصل فعلا ان حضرتك اصدرت اوامر بكذا؟ قال لي وده اقل حاجه نعملها للنادي.
السلوك الأخير. بس هناك بعض الأمور المستفزة يعني من اللجنة الجديدة، يعني أن يعني يكون هناك إبقاء على يفق مرتضى منصور، ده عامل حالة من الغضب حتى لدى الرأي العام يا فندم. آخر همنا يا فندم مع حط اليوفط، يعني اليوفط لا لا لا، هي بتتكلم في لها مدلول رمزي مهم يا هاني بيه، لها يا مدلول فندم، رمزي كل مهم. اليوفط دي في الآخر ده رشة هي كده، يعني يافطة محدش واحدة عارف. 700 يافطة يا أستاذ هاني. مع أستاذ عبد الناصر، ما ده ما هو إما يعني الناس مختلة بتحط يوفط بصورها في كل حتة في النادي، ما شفناش الكلام ده عمرنا في خالص نادي الزمالك اللي بنوه حتى، ولا عمرنا شفنا نور الدالي ولا حسن عامر ولا محمد حسن حلمي حاطوا لهم يافطة في النادي. ولا اضحك يعني ضحك مرزباخ نفسه ما حطش يافطه. بالظبط، يعني دكتور كمال درويش عمرنا ما شفنا له يافطة في النادي، يعني فده كلام ناس، ده اختلال انت عارفه خلاص، وانتهى الموضوع والحقبه دي انتهت بلا رجعه، وانا بقول لحضرتك بلا رجعه خالص. وده سؤالي، محاولات البعض لتصدير مفهوم أن النادي بيضيع، وإن والهاشتاجات المدفوعة التي تفوق الثمانية والعشرة احنا يوميا، واللعب على عارفين يا فندم، واللعب على عواطف ما دون الـ 16 سنة، والزج بيهم فئتون خيالات، بما ترد عليه؟ استاذ عبد الناصر انت تفضل. حضرتك ناسي ان دي شغلتي، انه السوشيال ميديا والحاجات اللي ليها علاقه بالديجيتال والانترنت والحاجات دي كلها، دي جزء من شغلتي. فاما تلاقي بروفايل واحد عنده فريند واحد، يبقى ده بروفايل حقيقي؟ لا. فانما دي لجان الكترونيه كلها بتدفع لها، واحنا عارفين مين بيدفع لها، علشان يروجوا كلام مش مظبوط. لا نلتفت للكلام الفارغ ده، طيب حاضر. الموضوع هيتحسم في المخالفات جسيمه يا استاذ عبد الناصر ما اتسكتش عليه، وهيتحسم قريب جدا. يعني انا طبعا ما اقدرش والنيابة سيكون اتكلم. لها كلمة فصل في هذا الموضوع. بالظبط طبعا، بالظبط طيب طبعا. حضرتك انا كنت حصلت على أقوى حكم قضائي والأول من نوعه عندما شطبت عضويتك، ورجعت بقوة القانون في حكم تاريخي هو الأول لعضو جمعية عمومية مشطوب يعود بالقضاء وبأحكام نهائية. حضرتك متى ستتوجه إلى النادي، ومتى ستنفذ هذا الحكم الذي كان بكرة يا موقوف فندم، تنفيذه؟ بكرة يا فندم النهاردة بكرة الخميس، ننزل يعني نادي. احنا بقينا النهاردة الخميس. يا فندم بكرة اللي هو الخميس رايح النادي. أنا كلمت المحامي بتاعي وطلبت منه استخراج الكارنيه، لأني أكون تحت أمر أي حد في النادي عايز أي حاجة أنا تحت أمر. يعني حضرتك والحقيقة ستتوجه للنادي شخصيا ولا سترسل المحامي؟ المحامي يا فندم لغايه ما يطلع لي كارنيه وهخش النادي، وده النادي وبيتي ونادية، ويعني ده انا ليا الفخر والشرف ان انا اروح النادي. انا ممنوع من دخول النادي بقالي 6 سنين من ساعه الشطب، شطبني 3 مرات فما كنتش اقدر اروح النادي، انما دلوقتي الحقيقه الغمه انزالت وخلاص. وبعدين عايز افكرك بحاجه يا استاذ عبد الناصر، اتفضل يا فندم. هو رفع حوالي اكثر من 100 قضيه، ما كسبش واحد، لا ما كتبش يعني بس ولا قضية. الناس بس بتنسى. قول لي على حكم واحد كسبه يا فندم، مفيش حاجه خالص. ما رفع 50 قضيه على الاستاذ ممدوح عباس، خسرهم كلهم 50 قضيه، مفيش ولا يعني مش 49 مثلا خسرهم وواحد كسبها، ال 50 خسرهم. طب ما انا رفع شطبني 3 مرات ورجعت بثلاث احكام قضائيه، 3 مرات كسبت القضيه، والحاجات الثانيه في النادي برضو يعني انا رفعت عليه قضيه فيها وكتبتها. فيعني الكلام بس الصوت العالي وقله الادب ما بيجيبش نتيجه يا استاذ عبد الناصر، ما انت شفت اهو في الاخر. صح. يعني ما خلاص، ما الناس بتفهم، الناس فاهمه. وسيبك من الكلام اللي بيتقال اللجان الالكترونيه والكلام ده كله، النادي في ده في نعمه انه خلص من الناس دي، في نعمه. أتفق معك تماما. طيب أخيرا، بما تنصح تحت أمر. اللجنة القضائية وبما تنصح لجنة الكورة، يعني ماذا تقول للمستشار أحمد بكر رئيس اللجنة، وماذا تقول للكابتن أيمن يونس ونجوم الزمالك الكبار أشرف قاسم وعبد الحليم علي؟ وأعتقد أن التركة ليست سهلة والمستقبل صعب للغاية. لا أنا طبعا دي النجوم كبيرة قوي، كابتن عبد الحليم ولا
كابتن اشرف قاسم ولا كابتن ايمن يونس. انا كنت بروح وانا في المدرسه اروح اتفرج على تمرينات يعني النجوم دي، بتفرج عليهم ويعني ده كان متعتي في الحياه. فانا ما اقدرش اوجه لهم نصيحه، انما الحقيقه هم دي ناس مخلصه للنادي وبيحبوا النادي وجدا، وكانوا برضو ما كانش ليهم دور في الفتره اللي فاتت دي لاسباب انت حضرتك عارفها. انما الناس الحقيقه عامله مجهود رائع، ولازم ندعمهم ولازم نقف جنبهم ولازم اللي يطلبوه يجاب. وانا بس من حته تانية انا بقول لهم المواضيع الماليه هتتحل في خلال اسبوعين ثلاثه على الاكثر كلها، بل بس ما التسلم يحصل مظبوط وناخد فلوسنا اللي بره والكلام ده كله. بس كيف يعني استقبلت خبر الخزنة ليس بها إلا 1,250,000 جنيه؟ استقبلته إزاي؟ ضحكت يا فندم، لان انا عارف انه النادي دخل بقول لحضرتك لغايه شهر 6 اللي فات 2 مليار و800. هل يعقل انه النادي دخل له 2 مليار و800 لغايه شهر 6؟ يعني النهارده دخل في اكثر من 3 مليار جنيه، ما فيهوش غير مليون و200 الف. هل يعقل الكلام ده يا جماعه؟ لا طبعا، ما ده يوريك حجم المخالفات وحجم الكلام الفارغ اللي كان بيحصل. وبعدين القصه مش كده، القصه لينا مستحقات كتيره بره لم نطالب بيها، فبنطالب بيها بس كده. والناس متفهمه على فكره، والشركات محترمه كلها، وهتسدد الفلوس اللي عليها، ما فيش مشكله يعني. الموضوع ده وقت يا استاذ عبد الناصر، خلي بالك هم مشوا من النادي وابتدوا يبثوا انه النادي بيقع، وانتوا كنتوا بتطلعوا من جيبكم؟ انا مش فاهم، مين حد يجي من النادي يقول لي بس كان بيدفع ايه من جيبه؟ احنا بنهزر؟ خليني اقول ان انت النهارده انصفت معالي ده صارفين 3.5 مليون جنيه شاي وقهوه يا سعاده الرئيس. و54 مليون جنيه او 56 مليون جنيه في اخر ميزانيه قضايا، حتى المحامين اللي كانت في مكتبه كانت بتقبض من النادي، و 15 مليون جنيه ادوات كتابيه، ده طبقا للميزانيات اللي هم مطلعينها. ما كانوا اي بيكتبوا اي كانوا كلام بيكتبوا كانوا بيكتبوا بقلم ذهب. ايه اقلام واساتيك ب 15 مليون جنيه يا استاذ عبد الناصر؟ ده احنا بنهزر. يعني ده النادي ربنا بيحبه ان هو مكمل لغايه دلوقتي طبعا الحمد لله. وعايز اقول لحضرتك اللي جاي بالتاكيد احسن بكتير، ومفيش. انا اقول لحضرتك بدل ما اوجه، طبعا ما اقدرش اوجه للنجوم الكبيره دي نصيحه يعني، ده ناس افاضل، انما احمد بيه بكري ومحمد بيه عطيه وهشام بيه ابراهيم، الناس دي انا بشكرهم على انهم قبلوا المهمه دي، واشكرهم على انهم بيقضوا الوقت والمجهود ده، وبشوف بالحقيقه بتقلي في النادي انهم بيقعدوا من الصبح لغايه بالليل عشان يحلوا المشاكل اللي موجوده، ويشوفوا الحاجات المستحقات اللي لينا عشان يجيبوا فلوس للالعاب الرياضيه. فلازم يعني نوجه لهم الشكر وندعمهم. طب حضرتك كنت يعني تحدثت في جزئية أعتقد أنك أنت أنصفت فيها لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، لما قلت أنه تم تحويل مبلغ 16 مليون جنيه اللي هو المليون دولار كان للزمالك، وفجأة دخل حساب مرتضى منصور، ومرتضى منصور ادعى أنه تبرع به وهو في الأساس مساهمة من المستشار تركي آل الشيخ لنادي الزمالك. بص يا فندم، انا قلت القصه دي بالذات الحقيقه لانها انا اخشى ان هو يعمل زي المره اللي فاتت ايام منصور البلوي، ايام منصور البلوي بس عشان نذكر الناس. مظبوط يا استاذ عبد، ويطالب النادي، لان هو حصل ده قبل كده وطالب النادي واخد الفلوس دي من النادي، معناها كانت تبرع من منصور البلوي. انما الاخشى ان هو يعمل كده دلوقتي تاني، وده مش فلوس، الفلوس دي تم تحويلها من السعوديه بتاريخ 2/3/2019 من مكتب سعادة المستشار تركي الشيخ لمحمد عيد اللي هو طبيب الفريق، وجت من محمد عيد دخلت لنادي الزمالك نص مليون دولار في نص مليون دولار بتاريخ 4/3 و5/3، ودخلت باسم مرتضى منصور. هل ده يعقل؟ يعني الواحد بيشوف حاجات يا استاذ عبد الناصر يعني غير العقل ما يجيبهاش. رجع وشغال، انت عارف فكروني بايه؟ يكاد المرؤوس يقول خذوني، يعني سارق فلوس المستشار تركي آل الشيخ وشغال يقول لك رجع الساعات يا خطيب.
لا لا، يعني على فكرة هو الرأي دي العام من بدأ، المفارقات اللي انا الرأي بتكلمك العام عنها بدأ على فكرة. يستوعب الآن أنها كانت حملات لا موجهة لا ليه للشوشرة طيب؟ على أمور هم بيعملوها ويرموها على غيرهم. زي أكذوبة بالظبط، موضوع حجز ممدوح عباس على النادي مفيش حجز ده تم كلام. خالص. لا ده هقول لحضرتك بقى بالحقائق كلها، والمعالي الوزير خالد عبد العزيز موجود وممكن يسأل فيها. من 2018 لغايه النهارده، يعني ما يقرب من 3 سنين، ما تمش مطالبه نادي الزمالك باي فلوس من ممدوح عباس طبقا لاتفاقه مع معالي الوزير خالد عبد العزيز. فبقاله 3 سنين، طب ما حطيتش الفلوس في البنك ليه في 3 سنين دول؟ طب فوائد الفلوس دي قد ايه؟ ده انت يا اخي لو كنت دفعت الفلوس دي بتاعته وحطيت الفلوس كان بقالك 200 مليون جنيه فوائد. طب ده مش اهدار؟ ده فدي اكذوبه، دي كذب كلنا بنسمعه بقالنا 6 سنين وصوت عالي ومحدش بيرد. انما جه وقت الرد. دي اكذوبه، اكذوبه يعني بالورقه والقلم مثبته. الله. طب انا النهارده داخل لي 3 مليار جنيه يا استاذ عبد الناصر، يجيبوا لي فايده قد ايه في ال6 سنين دول يا استاذ عبد الناصر؟ مبالغ لو مبالغ انا كل سنه، لو انا بعتبر ان كل سنه داخل لي 500 مليون جنيه، ده انا لو بعمل ودايع بعشر المبلغ كل سنه وبحطهم انا كانوا جابوا لي قد ايه؟ يا نهار ابيض، ده اكتر من المديونيه بتاعت ممدوح عباس 10 مرات ولا لا؟ ده كلام هزار يا استاذ عبد الناصر. الفايده كانت وصلت في وقت من الاوقات في التواريخ دي ل 20% لو تفتكر. فانا سبت 20% بالمبالغ زي كده لم عشان استثمر استثمر. فلوس. الناس اللي كانت بتشيل فلوسها كانت توديها البنك يقول لك احسن من الشغل. يعني بالظبط. انا اعرف رجال اعمال اوقفوا شغلهم في السنه دي قال لك الشغل بالخساره البنك بالمكسب. بالظبط. فانت النهارده، لا الحجه كان سببها ان هو يحط الفلوس في النادي ويعرف يتصرف فيها كما يشاء. مش علشان الاستاذ ممدوح عباس بيطالب الفلوس. الكلام ده مش منطقي وما يخشش عقل حد. وده كان فيه امين صندوق، يعني راجل الحقيقه يفهم الكلام ده كويس جدا، الله يرحمه، استاذ حازم ياسين. انما وحازم بيه ياسين مرضي زي موضوع المعالي الموسيقار تركي الشيخ قلب الحقائق حتى لا تظن في اتهم الاخر. عندما علم بهذه المصائب وهذه الشهاده للرجل وهو في قبره كان مصدوم واستقال وضغط عليه وتبرأ من كل هذه الامور وكسروا مكتبه في غيبته واخذوا الاختام دون معرفته واعتزل النادي ومشي. ولما مات قعدوا يدافعوا عنه يقول لك شهيد قرارات مش عارف ايه وايه 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 وايه، وكله ده كان في الاونطه والهجايز. انا دكتور حازم ياسين شخصيا قال لي ان هو مش عايز يكمل. اوكي، يعني رحمة الله عليه. ده رحمة الله عليه. وانا راجل حقيقة زميلته كان راجل محترم، يعني في الكام شهر اللي انا قعدتهم كان راجل محترم جدا الحقيقة. يبدو أن الإصلاح عشان كده يسير. مفيش امين صندوق جه بعد كده. جه بعد كده الامين الصندوق اللي جه قعد شهرين ومشي. قالوا الدكتور أشرف زكي صدم، بالظبط صدم فخلع. هو صدم بالظبط. فخلع مش مشي، ما صدم فخلع. ينفعش تمشي بالطريقة دي في منظومة رياضية فيها الحجم ده من الإيرادات. لم أنت يكن يتخيل، لم يكن يتخيل أن الفساد أكبر كثيرا من حجم ما كان يتصوره بشر. أستاذ عبد الناصر بقول لحضرتك بنتكلم في 3 مليار جنيه، ده مش منظومة صغيرة يا أستاذ عبد الناصر. فالنار تدار بإن أنا ألاقي الفلوس في الإدراج يخش ويلاقوا 24 مليون جنيه في إدراج، ده كلام. ويلاقوا 5 مليون دولار مش عارف فين في حساب مين، هاني زاده. واقول لحضرتك طبيب الفريق حجم الفلوس اللي دخلت وطلعت من عنده السنه دي سنه 2019 السنه اللي فاتت 5 مليون و300 الف دولار، ده كلام يا استاذ عبد ده حساب واحد غير باقي الحسابات. ده غير باقي الحسابات، وده حاصل برضو مع ناس تانية. مش هنقول دلوقتي الكلام ده، الكلام ده يتقال بقى في النيابه، والنيابه اللي تفصل فيه. طب يعني إنما أستأذنك، بما ترد على من توجهوا للقضاء الإداري وكأنهم يريدون الزمالك أن يظل في أتون الخراب والتخريب وعايزين يرجعوا بيقول لك إحنا اتحلينا ظلم. قصدك على الأستاذ هاني زاده؟ الأستاذ هاني زاده وأحمد عبد الفتاح وغيرهم. ربنا
يكرمهم بس ويسترها عليهم الفترة اللي جاية، مش هقول أكتر من كده. اسمح لي، لابد أن يكون هناك حوار مصور. أستأذنك أجيلك المكتب في أي يوم ويكون في حوار. أعتقد إن إحنا محتاجين حوار بالأوراق. انت عارف يا استاذ عبد الناصر يعني انا بحترم حضرتك قد ايه، وانت ليك معزه خاصه، وانا يعني بشكرك على المحاربه والمكافحه اللي انت كافحتها السنين اللي فاتت دي كلها، ولم ترضخ باللي كان بيحصل ده. والحقيقه انت ليك احترام كبير جدا عندي، فانا تحت امرك ما اقدرش اقول لك لا. ربنا يخليك، واكلمك نرتب الميعاد المناسب ان شاء الله يا فندم. شكرا جزيلا استاذ عبد الناصر. شكرا مرسيزوك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مع السلامه. شكرا. هاني بيه شكري عضو مجلس اداره نادي الزمالك السابق في اول مكالمه له على اليوتيوب. من 6 سنين ما تكلمش وكان رفض الكلام. تكلم النهارده على الفضائيات مع الكابتن ميدو، واختصنا احنا على اليوتيوب بهذه المداخله المهمه.